أنا صار لي موقف طريف خليني أقول لكم مرت من المرات أنا كنت أسكن في حي المنار وكان قبالي مسجد ونعمة من نعم الله أنه يكون قبالك مسجد. أيوة والله. صراحة وعطاه الله صوت جميل ذاك القارئ الله يذكره بالخير يوفقه. المهم فكنت أصلي معه. تذكرون آخر يوم في رمضان يجيك ألم أنه احتمال يعلنون العيد أنه بكرة العيد ما أنت ما تبي نفسيا وانت ما ودك تقول يا ربي يمدونه يوم. فأنا رايح للمسجد وأنا رايح أصلي المغرب أنا أنظر على يميني في دورية واقفة وأنا رايح. المهم صلينا ثم رجعنا. يوم جينا نصلي العشاء ورا الدورية موجودة وأنا طالع من صلاة. طبعا أعلن الإمام أنه رؤي الهلال وبكرة بإذن الله أول أيام عيد الفطر مبارك. طلعت من المسجد والله ما انسى اللحظة دي يا جماعة الخير وأنا أقطع الشارع ناظر على يميني ورا مجموعة شباب ثلاثة واحد مع عصا واحد مع سلسلة واحد إي والله يركضون داخلين الحارة. قلت لا إله إلا الله فكت الشياطين والله يعني شفت قلت خلاص بدأ التحريش الآن. المهم ناظر الدورية قلت يا أخي خلنا أروح أعلمه مرجي. يوم جيت عنده ما يفتح الدريش وراه هو يكلم بالجهاز السلام عليكم. وعليكم السلام شلونك عساك طيب بشرنا عنك الحمد لله. قلت يا أخي ترهم أعلنوا بكرة. قال إيه دريت أنا دريت. قلت ما شاء الله شلون دريت. قال من البلاغات اللي بدأت تجيني عجيب. يقول يا أخي يا أخي يا أخي والله العظيم إن طول رمضان اسمعوا هالنكتة يا جماعة. قلت طول رمضان وأنا وإحنا البلاغات قليلة. شوف هذب الناس الإيمان والدين والصيام. إيه والله العظيم سبحان الله. في أخي تأثيرها واضح حتى أنت تلاحظها على نفسك وسكينة نفسك وهدوءك يعني. فهذا هو معناته أن النفس تنازع